ما فيش عنا عزاء رمضان، ما فيش عنا سهرات رمضان، ما فيش عنا كمان الصلاة التراويح في رمضان. كان من التشجع المشدد لا يسمح لأي مواطن الدخول والخروج إلى بيته أو حتى إنه يطلع على شرفة بيته. أول أكتوبر حتى اليوم 140 حاجز التي تم إضافتها أو طريق أغلق، إضافة إلى ما كان سابقاً حوالي 700 طريق مغلق. ما زال المحلات التجارية مغلقة، ما زال أي سيارة إسعاف، أي سيارة إطفائية بدها تفوت على المحل بدها تنسيق. طلع شوف أنت كيف بعدوا سيارات المستوطنين بكل حرية، أيهما ذهاباً وإياباً، أي سيارة رايحة سيارة جاية، كمان بعدوا كمان سير على الأقدام، وإحنا ممنوع نعدل سيارات لأن هذا الشارع. حرمان من حرية الحركة يؤثر على حريات أخرى مثل العبادة، الوصول إلى المقدسات والقدس نحرم منها، الحق في التعليم، الجامعات، المدارس أيضا هناك صعوبة في الوصول إليها، الحق في العمل، صعوبة وصول المواطن إلى عمله.